قطار خلنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وسيد الخلق أجمعين. نبدأ اليوم مراسم افتتاح المركز الصحي النورة. هذا المركز الذي تم اعتماده من عميد بلدية الوليد وأيضا صيانة هذا المركز لتقديم أفضل الخدمات لأهل هذه المنطقة، وخاصة بعد أن تم تحوير مركز الصحي الظهرة إلى مستشفى قروي، أصبح من الضروري أن يكون هناك مركز للرعاية الصحية الأولية داخل هذه المنطقة، المنطقة التي تحوي على عدد كبير جدا من السكان. حقيقة نشكر كل الأخوة ضيوفنا الحضور، أيضا نشكر المجلس الاجتماعي بمدينة الوليد، أيضا الأعيان لحضورهم هذا الافتتاح، ونشكر كل من مد يد العون لافتتاح هذا المركز لتقديم ولو خدمات بسيطة لأهلنا داخل مدينة الوليد. نتوكل على الله ونبدأ بافتتاح هذا المركز. لا وجيب ولا يستاذ